from the first building in front of us, and everything behind it is the army. So the closest thing is the distance just of the street between us, and then everything behind it. So originally I'm from Britain. I was born in London. My father is American, my mother English. حور بنت عمرها سنة وشهرين تقريبا. أنا نفرت ولسه ما كانت موجودة. يعني أنا ما شفتها إلا مقاطع فيديو. وأغلى ما لديه في مليارات الدنيا ولكن لله سبحانه وتعالى تجد أن الشباب وأنت ترى الآن شيخ الشباب اليوم في الساحة كيف يتسابقون عمل استشهادية أوصيك بأمور الأمر الأول أن تخلص النية لله سبحانه وتعالى الأمر الثاني أن لا يكون دافعك الهروب من الدنيا أو الملل من الجهاد أو السأم من حالة معينة أو غير ذلك إن كان وجدت في نفسك شيء من هذا فتوقف جاني خبر اليوم الصباح بعد صلاة الفجر راسلني الشيخ عبد الله المحيسن الله يحفظه يقول لي من 15 إلى 20 طن الله أكبر هي شاحنة كبيرة الحمد لله I mean the physical action is very easy you go you drive you press the button but how many you're putting in this position can actually press the button knowing that you are departing to the meeting with Allah the Mighty Majestic is Something very heavy. هذا كورتكس موصول بالداخل بزر الدقمة. يعني إذا دخلت بين مباني بإذن الله تعالى إذا دخلت بين مباني وفجرت الأمام يتمسح واللي حول يتمسح يعني الانفجار كذا وكذا زي كذا إن شاء الله. أول شيء لما أقرب من مكان الهدف. افتح هذا الامان الزر الاول هذا ارفعه طيب واظل ماشي لين اوصل خلاص عند مكان الهدف ب يعني امتار افتح الامان الثاني خلاص هذا زر الدقمه هذا زر الدقمه اضغط عليه باذن الله ارسلهم على جهنم باذن الله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم Available now on iTunes.